السلام عليكم. في Software Project Management Chapter الثامن، اللي هنا نطلع Chapter. Chapter الثامن بيحكي عن الكواليتي مانجمنت. الكواليتي مانجمنت، لما نحكي عن الكواليتي هذا لوحده ديبارتمنت او جوب، عشان نتاكد انه السوفت وير زي ما احنا المفروض نطلعه، زي ما احنا المفروض نعطيه للكاستمر. فبعد ما الديفلوبرز يعملوا شغلهم بيبعثوه للكواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس او الكواليتي ديبارتمنت بيعمل شغله، وبعدين بناء على شغله يا بيحكي للديفلوبرز في عندنا مشاكل ارجعوا عملوهم، يا اما بيحكي انه هون ما في مشاكل اعطونا الشيء الثاني او الديليفربل الثاني المفروض نشتغل عليه. خلينا ندخل بموضوع الكواليتي مانجمنت. فكره الكواليتي مانجمنت هي difficult knowledge area to define، يعني صعب انك تحطوها بمقياس معين لانه كل شيء مختلف. يعني سوفت وير هذا غير عن سوفت وير هذا، غير عن البرودكت هذا غير عن الديليفربل هذا. فبس المهم عندنا ان احنا يكون عندنا كواليتي بشكل عام. وعلشان يكون عندنا كواليتي بشكل عام، في شركات كثير طبعا بيشتغلوا من خلال الستاندردز معينه. The International Organization for Standardization ISO اللي كلنا بنعرفها. ISO هي عباره عن منظمه في عندها معايير معينه، معايير معينه لكل شيء. فهون في عندنا فعلا للسوفت وير في عندنا معايير معينه للسوفت وير لازم تطبق لما نعمل السوفت وير وبدنا نطلعه للكاستمر. فاذا احنا انجزنا كل هاي المعايير معناها احنا اتبعنا الستاندرد تبعت ايزو مثلا، وبناء عليه الكاستمر باخذ اللي السوفت وير من غير اي مشاكل. Project quality management is to ensure the project will satisfy the needs for which it was undertaken. هاي بنحكي فعلا انه ال quality management هي المسؤولة عن ان احنا نعطي الكاستمر البرنامج اللي هو بده اياه، او اللي هو اللي البرنامج اللي بيناسبه. اوكي، واللي هو بناء على الخطة اللي احنا ماشيين عليها. كلها مربوطة ببعضها. Equality planning quality لازم يعني identifying which quality standards، بدنا نعرف اي quality standards احنا بدنا نمشي عليها. وبصراحة يعني حتى لو هذا لما تبداوا لاي واحد بيشتغل في الكواليتي اشورنس، اذا الستاندردز بالنسبة له مش واضحة، هو من اول ما يشتغل بيعرف بناء على المفروض يعمله شو هي الشغلات اللي يبحث عنها بالنسبة للكواليتي، عشان يتأكد شو هي الشغلات، شو المشاكل في البرنامج اللي بناء على التستنج تبعه تبع هذا الشخص تبع الكواليتي اشورنس اللي بيعمل كواليتي اشورنس، بيبدأ يبحث عن المشاكل في البرنامج. وبناء على المشاكل هاي انك انت تحكي انه عندنا هاي مشكلة، معناها فعلا انت حطيته اشتغلت عليه او طلعته بناء على ستاندرد معين، حتى لو انت فعلا الستاندرد مش واضحه بالنسبه لك. يعني مثلا تسجيل الطلاب، برنامج تسجيل الطلاب او السوفت وير تبع تسجيل الطلاب اونلاين. فرضا دخلت اليوزر نيم والباسورد اللي المفروض يدخلك على النظام وما دخلك على النظام، هذا معناها في عندي مشكله، معناها تلقائيا الكواليتي اشورنس بحكي انه في عندي مشكله هون. هاي اليوزر نيم والباسورد ما بتشتغل، يا ريت تصلحوهم، ليش تصلحوا هاي المشكله وتعطوني او ترجعوا لي اياها. فانت بناء على انك حكيت كواليتي اشورنس انه في عندي مشكله في اليوزر نيم والباسورد، هذا معيار معين موجود في الكواليتي اشورنس. فبناء عليه حتى لو انت 100% مش عارف شو الكواليتي اشورنس كاركترستكس، انت بتتبعها بناء على السوفت وير، شغل السوفت وير كسوفت وير. اوكي. Performing quality assurance involves periodically evaluating overall project performance.
طبعا في عندنا احنا بنحكي عن السوفت وير سوفت وير سوفت وير، بس برضه بنطبقه على المشروع كمشروع كالمشروع وكمشروع كالمشروع. يعني هل المشروع بشكل عام ماشي معطيني الكواليتي اللي انا بدي اياها؟ هل الاوتبوت نفس الاوتبوت في خلال المراحل؟ هل كل هاي الامور تتعلق في الكواليتي، تتعلق في الكواليتي وكواليتي كنترول؟ يعني انا لازم اخذ بالنهايه بعد كل فيز شيء معين. اوكي. واذا علشان اخذه لازم اتحكم في مسار الامور ككواليتي. ككواليتي. اوكي. فعشان هيك في عندي كواليتي كنترول انفولز مونيتورنج سبيسيفيك بروجكت ريزلتس. بدي اشوف الناتج هل زي ما المفروض يطلع عندي ولا لا. سواء سوفت وير او اكشوال فيزز او بالفيزز كفيزز. اوكي. سوفت وير كواليتي كاركترستكس. هون دخلنا فعلا على الـ على السوفت وير كواليتي كاركترستكس كسوفت وير كسوفت وير. Functionality is the degree to which system performs its intended functions. Functionality هل البرنامج بيشتغل زي ما هو المفروض يشتغل؟ أنا لما أدخل يوزر نيم والباسورد بدخلني على أول صفحة ولا بدخلني على مكان ثاني؟ Okay. The system outputs are the screens and the reports the system generates. طبعا system outputs كلنا بنعرف الاوتبوت اللي هو أي شيء بيطلع لنا، فسواء كان على السكرين أو كان على بيبر، هذا عبارة عن شو هو السوفت وير بعطينا. لو انا اعمل برنت، هل بعمل برنت على نفس الشيء اللي انا بدي اعمل له برنت كنظام ام لا؟ Performance addresses how well a product or service performs the customer's intended use. طبعا احنا بنحكي عن performance، عن طريقة شغل. هل هاي طريقة شغله زي ما بده الكاستمر او لا؟ Reliability، reliability ان انا اعتمد على هذا السوفت وير. هل انا بقدر اعتمد على هذا السوفت وير بانه يعطيني المفروض يعطيني اياه بكل وقت بكل زمان بكل حتى مكان، لو انا من كمبيوتر هذا لكمبيوتر هذا او حسب الوقت اللي انا بدخل عليه على السيستم. مينتينابيلتي، مينتينابيلتي اني انا اقدر اعمل مينتننس عليه اي وقت بدي. اوكي. هاي بعض الكواليتي كاركترستكس، طبعا في كثير منها، كثير كثير منها، ولكن هاي بعض الكواليتي كاركترستكس. هي بشكل عام انت ككواليتي اشورنس بدك تعمل تيست لهذا السوفت وير عشان تطلع المشاكل اللي فيه، وبناء على هاي المشاكل يجب ان تحل، لان الكاستمر بالنهايه لما يوصلوا البرنامج لازم يوصلوا غير اي مشاكل. سلايد اللي بعد. فبرفورمينج كواليتي اشورنس، هون فعلا في عندي شيء اسمه بنش ماركينج. بنش ماركينج اني انا في عندي بقارن الاوتبوت اللي المفروض يطلع عندي بالاوتبوت اللي طلع عندي. طبعا الاوتبوت المفروض يكون كل هذا عباره عن دوكيومنتيشن، كلها موجود في الاوراق، كلها موجود في الدوكيومنتس. المفروض يطلع عندي اوتبوت معين، ما طلع عندي هذا الاوتبوت، هذا معناها البنش مارك تبعي اللي هو المفروض يطلع. فانا اي كومبير، انا بقارن في اللي طلع عندي في الشيء اللي لازم يطلع، بناء عليه بقيم المشروع. وبالنهايه في شيء اسمه كواليتي اوديت. Quality Audit is a review، هي بترجع على إن إحنا نشوف البرنامج software كامل، بعمل له audit اللي هي بتأكد إنه خالي من أي مشاكل، من أي مشاكل، وهل فعلا بناسب أو مما طلبه الكاستمر أو لا، مما طلبه الكاستمر أو لا. السلايد اللي بعدها acceptance decision. طبعا إذا ما في أي مشاكل في عندي acceptance، ساعات تطلق بنحكي عنها acceptance letter، رسالة أو ورقة أو اسمها acceptance document، عبارة عن ورقة بيتم التوقيع عليها بأنه فعلا وافقوا على السوفت وير اللي وصلهم من غير أي مشاكل، أو ما وافقوا عليه بدهم تعديل. إذا بدهم تعديل في عندنا rework، بنرجع بنعيد الشغلات اللي بدهم إيانا نعدل عليها. أوكي. Rework is action taken to bring rejected items، الشغلات اللي حكينا عنها، علشان تتماشى مع المطلوب. السلايد اللي بعدها. في quality process، هذا فعلا كل الشركات
او اغلب الشركات تمشي عليه، خلينا نحكي اغلب الشركات تمشي عليه، حتى لو انت ما سمعت شو معنى هدول وكيف هدول بيصيروا، بس هو اي واحد بيعمل كواليتي اشورنس بيمشي على هدول الكواليتي بروسيس، اللي هي الاكثر اكثر شيء معروف اللي هو 6 سيجما دمايك. 6 سيجما دمايك، 6 سيجما دمايك، دمايك اللي هي عباره عن زي ما انتم شايفين اللي هي مختصر الحرف لكل كلمه موجوده عندنا. ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول. ديفاين شوف المشاكل وين. ميجر ديفاين يعني يقيس خطوره او مدى سوء هذا الخلل او هذا الشيء. انالايز ببدا احلل، ببدا اشوف كيف ممكن انه هذا الايرور او هذه المشكله تاثر على المشروع بشكل عام. امبروف انا بحسن من الشغل السوفت وير اللي عندي بحيث اني احسن او امنع المشاكل اللي عندي. كنترول طبعا بضلني اتابع على السوفت وير او المشروع زي ما هو ماشي عشان اعمل ماشي عشان اعمل له كنترول دائما. So define شو المشكلة، measure قيس المشكلة هاي، analyze حللها، improve عدلها، control اتحكم في أي مشاكل بتصير. software testing وهاي شغله لحاله، ما يعني ال quality assurance شغله الفوكس كثير تبعه اللي هو التستنج، على الأقل كبداية إنك تشتغل ك quality assurance. تيستينج لايش؟ طبعا تيستينج للسوفت وير. في عندي اكثر من تيست ممكن يعملوا على اي برنامج. في عندي شيء اسمه يونت تيستينج done to test each individual component. في كل شيء موجود في البرنامج بعمل له تيست عشان اشوف انه ما في اي مشاكل. في عندي انتجريشن تيستينج، ثاني واحده انتجريشن تيستينج اللي هو انا بحط سيستمز على بعض، بشتغل او بحط كومبوننت على بعض، بشوف هل هم بيشتغلوا مع بعض كويس ولا لا، هل بيشتغلوا مع بعض بالطريقه اللي المفروض يشتغلوا مع بعض. يعني مثلا زي ما حكينا انا دخلت اسجل، كبست ان هاي المواد اللي بسجلها اخذني على اني ادفع، هل عمليه الدفع بتتناسق مع المواد اللي انا اخترتها ك اونلاين ريجستريشن سوفت وير ولا لا. اوكي سيستم تيستينج، انا هون بعمل تيستينج للسوفت وير كامل من غير بمشي من الالف الى الياء بالسوفت وير عشان اشوف هل فعلا ماشي زي ما انا بدي او لا. يوزر اكسبتنس تيستينج، هاي طبعا يوزر اكسبتنس بالنهايه بسلم المشروع، بسلم السوفت وير لكاستمر عشان هو برضه يشتغل عليه، وهذا بناء عليه بيعمل لي اكسبتنس او لا. quality of software. software must pass all testing. لازم ينجح بكل التستس اللي عملناها. acceptance of all changes to ensure quality. لازم يتوافق عليه، لازم يصير في عندي acceptance على السوفتوير بعد التستنج اللي عملته بأنه خالي من أي مشاكل. software functionality should be as expected to ensure quality. طريقة شغل السوفتوير لازم يكون زي دائما بنحكي زي ما هم بدهم. clear plan. لازم يكون عندي clear plan علشان كيف بدي أمشي بالتست وشو لازم أعمل بالتستينج ولمين أحكي إذا في عندي مشاكل في السوفتوير. كلها هاي clear plan علشان أحقق الكواليتي اللي عندي. okay والكواليتي كنترول should persist of achieving software rework if needed. الكواليتي كنترول في عندي مشكله لازم اعالجها، ما بصير احكي خلص بعدين بعملها، لا لازم اعالجها مباشره علشان ما تسبب لي مشاكل اضافيه بعدين. وهيك خلصنا التشابتر الثامن، والله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله ما اكون اسرعت بالكواليتي اشورنس. يا ريت تقراوا التشابتر ان شاء الله بالتوفيق.